مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا تامر الحميد. رح ناخذ نتائج مباريات، أخبار خاصة في حلقة اليوم، مداخلات هامة نبدأها بسرعة لأن اليوم المحتوى حلقة جدا في ضغط شوي على البرنامج. اليوم أربعة. في البداية بذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج غرفة 11، STC 844-48، موبايلي 630-590، زين 73-22-22. ببدأ بنتائج مباريات كأس الاتحاد العربي للأندية، ممثلين خارجيا الحد البحريني والنصر. النصر كالعادة يدك الحد البحريني خارج أرضه في البحرين 2-0، مبروك لنادي النصر، أخذ الحد البحريني رايح راجع. الفتح أمور التي كانت محل ملاحظة لدى الفيفا حول تعديل النظام الأساسي للاتحاد ولا أحد من الجمعية العمومية، وبعد المداولات والمشاورات التي أجراها رئيس الإدارة المؤقتة مع مسؤولي الاتحاد الدولي، تم الاتفاق على نتائج إيجابية جدا والاقتناع بالإجماع من مسؤولي الفيفا على الخطوات التي اتخذها الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وجمعية العمومية مؤخرا، والموافقة على التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي مع وجود ملاحظات طفيفة في الصياغة لا تؤثر في جوهر التعديلات والخطوات التي تمت، مؤملين أن يتم تلافيها خلال المرحلة القريبة المقبلة للجمعية العمومية. وتم التأكيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للأستاذ أحمد عيد على أن يستعين الاتحاد السعودي العربي لكرة القدم المنتخب مستقبلا بأحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المختصة لمراجعة مثل هذه الأمور قبل إقراره والتنسيق مع الفيفا في ذلك، أسوة بنهج الاتحادات الدولية والعالمية التي تقوم بمثل هذه الإجراءات. كما وافقت الإدارة القانونية في الفيفا لرئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي على إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي في موعدها المقرر سلفا يوم 13 ديسمبر الجاري أو في أي موعد آخر يراها الاتحاد السعودي مناسبا له. كما أكد خلال الاجتماع على أن علاقة الفيفا بالاتحاد السعودي علاقة متينة وقوية، وبذلك فإن تحديد موعد الانتخابات أصبح منتهيا كما كان أو في الموعد الذي ستحدده اللجنة المختصة في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لإتاحة الفرصة لاستكمال الجدول الزمني وإعلان القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة. ووجه أحمد عيد الدعوة للجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور الانتخابات المقبلة كمراقب، حيث رحب قانوني الفيفا بذلك وسيتم إرسال الدعوة الرسمية للحضور. ومن ثم التقى رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي بعد ذلك بالسيد بلاتر رئيس الاتحاد الدولي، وكان اللقاء وديا ومتميزا بنتائجها التي كانت جيدة جدا، اتسمت بطابع الثقة مع التأكيد على صحة الإجراءات والخطوات التي تمت، وسلم الأستاذ أحمد عيد للسيد بلاتر الرسالة التي كان يحملها له من الأمير نوف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والتي تضمنت شكر سموه الكبير لجهود الفيفا الكبيرة والتنسيق الواضح المستمر لوصول الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لمرحلة متطورة في أداء عمله التي تعتبر مرحلة انتقالية في تاريخ الكرة السعودية. كما سلم الرئيس الإدارة المؤقتة لاتحاد الكرة السعودي دعوة الأمير نواف بن فيصل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور مؤتمر اقتصادي رياضي سيعقد في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية خلال يناير المقبل. قبلها سعادة السيد جوزيف بلاتر بكل امتنان ومؤكدا حضوره في الزمان والمكان المحدد. وأثنى الأستاذ أحمد عيد على الجهود الكبيرة والمباشرة من الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب الداعمة لإتمام وإنجاح ملف انتخابات الاتحاد السعودي منذ البداية الذي كان شائكا وسط ظروف صعبة وغير عادية، مؤكدا أنه لولا مساندة الأمير نواف القوية والمباشرة واتصالاته برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم استطاعت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي أن تقر تعديلاتها كاملة وتكون الانتخابات في وقتها المناسب وأن تصل ولله الحمد إلى بر الأمان. هذا بيان الاتحاد السعودي. الخلاصة من الموضوع أن فيه كان كثير من الناس كانوا يعني متخوفين من موضوع تعليق عضوية الاتحاد السعودي أو عدم الموافقة. حنا في برنامج الجولة اليوم قلنا كان فيه إشكالية في المادة رقم 32 من البند رقم 2، هذا اللي يبغاله شوي تعديل. إذا وافق الاتحاد الدولي على التعديل
راح يقرر طبعا الانتخابات في موعدها اللي هو يوم 13 ديسمبر الجاري. فعلا مثل ما جاء اليوم وكما تميزنا في برنامج الجولة أن كان في تعديل بسيط وطفيف لا يأثر على سير الانتخابات وراح تكون في موعدها. وحتى حنا اليوم كنا أيضا تحدثنا في برنامج الجولة على حضور المحامي القانوني الإيطالي مع الأستاذ أحمد عيد, وبالفعل هذا جاء في البيان اليوم. نقول إن شاء الله مبروك للاتحاد السعودي استكمال خطوات الانتخابات, وإن شاء الله تسير لكل ما هو مفيد للاتحاد السعودي لكرة القدم وللعبة بشكل خاص, لأن في رياضتنا السعودية نحتاج اتحاد سعودي مستقل لمدة 4 سنوات قادمة بالانتخاب. إن شاء الله يكون على يد التطور بشكل أفضل والوصول لمراحل متقدمة أفضل حتى في التصنيف الدولي لكرة القدم. حول هذا الموضوع وكثير من المواضيع ينضم لي الآن الكاتب في صحيفة عكاظ الزميل حسين الشريف. حياك الله معنا حسين. الله يسلمك وبارك فيك. أحب أشكرك وأتمنى أقوم بيت خفيف أفضل على المستمعين. حياك الله حسين, بس لو تقدم شوي من الجوال تقرب عشان صوتك يكون أوضح وأحلى بعد. حسين اليوم أنت ما شاء الله من الناس بكل أمانة أقولها المهتمين بموضوع الانتخابات وفي صحيفة عكاظ, وكان لكم كثير من الآراء في الموضوع وكثير من التوقعات, وهذا يعني مثل لكم مثل كل وسائل الإعلام, لكن أنتم كان لكم وضع بارز فيها. الآن بالنسبة لسير الانتخابات وتكملة الانتخابات في موعدها المحدد, تعتبر أنت شيء إيجابي الآن لكرة القدم السعودية؟ نعم, طبيعة الحال حقيقة أن الفترة الأخيرة للاتحاد الكرة السعودي وخصوصا في الإدارة الموقتة مرت في مرحلة يعني حرجة ومفصلية, وأعتقد البيان اللي قرأته الذي وصل إلى الاتحاد السعودي يؤكد أن في أول امتحان استطاعت الإدارة الموقتة أن تثبت حضورها ونجاحها, واستطاعت أن تخرج جميع الألسن التي كانت تغمز وتلمز على وجود أنه ممكن يتعلق النشاط الرياضي في المملكة. طبعا الشارع الرياضي بطبيعته كان قلق جدا وكان مترقب لما سوف يفرزه هذا الاجتماع مع الجزائر بلاتر, والحمد لله مساء الاتحاد السعودي ممثلة في الأمير نواف بن فيصل كرئيس عام الاتحاد الشباب, وأيضا الأستاذ أحمد عيد الذي أنا أوضح الصورة كاملة أمام المسؤولين في الفيفا ووضع النقاط في حروف, واللبس اللي كان في مادة 32 كان أعتقد أن لبس يعني غالبا يعتمد على الترجمة, واستطاع الاتحاد السعودي في أول امتحان في أول تجارب المتطورة اللي هو إقامة انتخابات للاتحاد واختيار مجلس الإدارة كان دور جيد وكان موفق, وبث 80 للشارع الرياضي بأن هناك من هو قادر على تنظيم مثل هذا الجمعيات العمومية ومثل هذه الانتخابات, وقادر أيضا إلى أخذ الرياضة السعودية لما هو أبعد من خلال نقل نوعية تطلع لها إن شاء الله سواء كان في 13 ديسمبر أو في أي وقت يحدد الاتحاد السعودي. نحن متفائلين جدا, نتمنى كل التوفيق للمرشحين سواء الأستاذ أحمد عيد صاحب الخبرة الطويلة أو الأستاذ خالد بن معمر الرجل الطموح الذي يسعى أن يضع له بصمة في الرياضة السعودية. نحن في عقاد تابعنا الأحداث أول بأول منذ نشأتها, أيضا تابعنا الخطابات التي بعدها من اتحاد الفيفا والردود اللي كانت من قبل الإدارة المؤقتة, حصلنا بعض الشواهد التي أثارت الشارع الرياضي وأثارت العديد من التساؤلات وفتحت يعني بعض من الشكوك بأن ما يقوم به الاتحاد المؤقت هو تجاوز أو خروج عن النص. هذا كله انتهى بنهاية اجتماع الأستاذ أحمد عيد بالسيد جوزيف بلاتر والمحامي والأعضاء اللجنة القانونية. نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة, ننتظر ماذا سوف تظهر الانتخابات الاتحاد السعودي. احنا كإعلاميين وكرياضيين نتمنى أن تظهر بالصورة الجميلة والمتوقعة والتي احنا دائما جزء منها. أيضا نتمنى للمرشحين وكافة الأعضاء سواء على كرسي الرئاسة أو عضوية المجلس أن يكونوا فعلا في وضع المسؤولية, أن المرحلة القادمة مرحلة انتقالية ومرحلة لم نتعود على العمل بها, لذا المسؤولية ضخمة وجسيمة ونطلع إن شاء الله يكون جميعهم أنفسنا وبعضنا إن شاء الله. طيب الآن عشان بس نوضح للمستمعين, وهذا يمكن قريناه في البيان لكن نوضح مرة ثانية,
ان احمد عيد طبعا في يعني اعطى دعوة للفريق عمل من اللجنة القانونية انها تكون حاضرة للانتخابات، يعني تكون حاضرة في السعودية وحاضرة للانتخابات كمراقب، وراح تشرف على موضوع الانتخابات اللي راح يكون طبعا في يوم 13 ديسمبر. نتمنى التوفيق على اساس نعدي هذه المرحلة، وان شاء الله بعدها لكل حادث حديث. حسين، اليوم حتى كان لكم اليوم خبر وانت تميزت فيه، موضوع مفاوضة نادي الاتحاد للاعب الهلال ياسر الشهراني. بصراحة نبغى تعطينا ملخص عن هذا الموضوع وما يدور خلف الكواليس بما يخص نادي الاتحاد وياسر الشهراني تحديدا. الحقيقة بداية يعني احنا مصادرنا وان شاء الله تكون قوية في نادي الاتحاد، كان هناك تقرير من المدرب. التقرير هذا تضمن ثلاثة مراحل. مرحلة اللي هو كما صرح فيها انه الفريق يحتاج الى ضخ دماء جديدة وابتعاد بعض ما سمت السرطان كما ذكرت كميلة في تقريبته. ايضا كان من ضمن التقرير انه الفريق هناك في بعض المراكز في يعني حاجة ماسة لوجود بعض اللاعبين. من خلال اجتماع ادارة الاتحاد او الاعضاء الذين قريبين من ادارة نادي الاتحاد في المدرب، كان يعني كان اشار الى منطقة الظهير ليس نادي الاتحاد، يعني اضطر الى مشاركة حمد المستشفى لان هذا خانة لمجد اللاعب الذي يقوم بالدور طبعا التي من في الاكثر المدرب مدى امكانيه الحصول عليه. بعد يعني في اداره مؤقته في شخص او عضو شرف اتحادي قام بالاتصال على نادي القادسيه عشان يفاوض ياسر الشهراني، هذه انت متاكد منها؟ نادي القادسيه وبعض رجالات القادسيه الذين لهم دور مؤثر في النادي القادسيه. الاتصالات هذه اضمنت كالتالي ان اللاعب مرتبط باعاره بنادي الهلال، والاعاره تنتهي في شهر تقريبا شهر 4 أو من نهاية الموسم، وبالتالي يمكن أن يتم فتح مفاوضات مع اللاعب إلا في الفترة الصيفية المقبلة. إدارة الاتحاد الآن مقبلة على أزمة مالية أو أنها تعيش في أزمة مالية، وتتطلع أن يكون هناك عقد رعاية في بداية يناير أو منتصف يناير المقبل ممكن يغطي كثير من العجز المالي الذي يعاني منه. بس عقد الرعاية حسين راح يكون يعني بدء المفاوضات في يناير، لكن التوقيع لأنه عقد السي سي ما راح ينتهي إلا في جولاي القادم. نعم بس يعني حتى لا يعني ما راح يكون في مبلغ راح يكون مثلا من العقد الجديد قبل منتصف 2013 يعني. لا بالنسبه لنادي الاتحاد علاقته بالاتحاد السعوديه تحدد مدى استمرارها من عدمه في شهر يناير. انا كنت على اتصال اليوم بشخصيه قريبه جدا ومؤثره في القرار الاتحادي في الاداره الحاليه، اكد لي ان الاتحاد السعوديه كانت متضجره على مدار السنه الماضيه من عملية اختراقات للبنود، ومن ضمنها الأخبار التي تتصرف عن طريق أعضاء الشرف، واستشهد لي في عضو الشرف الاتحاد ذكر أن هناك عرض بمليون و150 مليون أبدت الاتصالات السعودية توجرها من هذا التصريح، وأبدت أن إدارة الاتحاد تمتلك السيطرة على أعضاء الشرف أو على الأخبار التي تنشر في الصحف، وهذا أثر في على البنود الموجودة في نادي الاتحاد والاتصالات. الشيء اللي تقريبا الشيء الأكيد إلى حد اليوم إن هناك عدم رغبة من نادي الاتحاد والاتصالات على الاستمرار، وبالتالي نادي الاتحاد وجد هناك في أكثر من بديل، لكن في بديل أعتقد إنه شركة خليجية قدمت عرض كبير نادي الاتحاد والاتحادية شركة طيران بنسبة كبيرة متوجهين. أنا حقيقة المعلومات عندي إنها شركة إماراتية حقيقة الأرجح أن تكون طيران، لكن ما وضحت بالنسبة لي أخو زامل. لكن أنا أرجع للعضو الشرف الاتحاد الذي قدم اتصالاته بالأخوان في نادي القادسية أو في رفاع شخصيات نادي القادسية. طبعا هو كان في اتفاق نادي الاتحاد يرغب في دخول مفاوضات مع اللاعب ياسر الشهراني. عضو الشرف إذا كان متحمس ما يخاف من ردة الأمير عبد الرحمن بن سعد وإدارة نادي الهلال؟ خاصة أن اللاعب يعني واضح أن إدارة نادي الهلال، عشان نكون واضحين مع المستمعين، أنه إدارة نادي الهلال عندها الرغبة، واضح حتى من قبل إعارة اللاعب أو استعارة اللاعب أنها راح يعني راح تشتري عقد اللاعب. أنا أعتقد أن اللاعب على نهاية العارة مع نادي الهلال حيكون لاعب قد ساري، حيكون المجال مفتوح لنادي الاتحاد وأيضا لنادي الهلال للتفاوض معه أو مع وكيل أعماله. أيضا نادي الهلال لا نخفي يعني حقه لأن نادي ربما يكون قريب جدا من ياسر الشهراني، لكن أنا أتكلم عن سيناريو تم في نادي الاتحاد للمدرب الحميد كان له دور كبير في التوجه إذا قاعد صاعد إدارة الاتحاد أن تصل لهذا اللاعب
فهو مكسب وهو حاجة الفريق أو ضالة الفريق الجهد. كإعلامي حسين كإعلامي أنت واضح يعني أنك كنت قريب من الوسط سواء من جميع الأندية الآن تشوف حتى لو ما حتى لو ما قدر لا إنه تم الاتصال بعضو شرف وأعتقد حتى تم الاتصال باللاعب. طيب الشيء هذا اللي يتحمل مسؤوليتي لكن ايش حيصير في المستقبل هل الهلالي يسمحون لنادي الاتحاد ان يدخل فيه؟ طيب انت عندك معلومه انه تم الاتصال باللاعب اللاعب يعني ابدا مرونه مثلا؟ والله على حسب المصدر الاتحاد وانا اثق فيه جدا ان اللاعب يعني ما كان عنده مانع ان يكون مكتب تفاوض بعد ما انتهى عرضه مع الهلال سواء مع نادي الاتحاد او مع اي نادي اخر لان في النهايه اللاعب حيروح من العرض الاعلى والاكثر لكن المفاوضات الاتحادية جادة وهذا على مسؤوليتي وإن شاء الله يكون إحنا صادقين أمام الله وأمام القراء في إن هذا المعلومة فأنا الحين مستمعين مو قراء في الصبح لا أنا أتكلم مستمعين أو الحديث من خلال الإذاعة طيب. لكن أنا أتكلم إن فعلا المفاوضات الاتحادية موجودة يقوم فيها عضو شرف فعال من هذا الاتحاد بهذا المفاوضات العضو الشرف تم استعانة به من خلال بعض المستشارين رئيس النادي الاتحاد الحالي وعرض التقرير المدرب عليه فبدأ الاتصالات من هذا المنطلق عن مسألة إن اللاعب يوقع الاتحاد في فترة الصيف هذا أمر أعتقد إن إحنا سابق روان حديثي لكن الاتحاد بشكل أكيد حيدخل في مفاوضات بعد انتهاء الإعارة للاعب مع الهلال هل الهلال والاتحاد من يفوز فيهم هذا ما سوف يكشفه المفاوضات والأيام المقبلة. يعطيك العافية حسين وشكرا لتجاوبك معنا مع إذاعة مكس إف إم. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية وشكرا لك معنا الزميل الكاتب الصحفي في جريدة عكاظ الزميل حسين الشريف. فاصل وراجعين مرة ثانية مع برنامج غرفة 11. الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية طبعا الإعلام المقروء هذا يعني إعلام قديم جديد طبعا كل ما لا يتجدد القارئ لا يمكن يستغنى عنه سواء في كل المجالات رياضيا أو غير رياضيا. حول هالموضوع ينضم لنا أحد رواد الإعلام المقروء رئيس تحرير صحيفة الرياضة السعودية الأستاذ الكبير فواز الشريف. حياك الله معنا أستاذ فواز. أهلا وسهلا أخوي ثامر وعلى الأستاذ المستمعين. حياك الله معنا أستاذ فواز سعداء بتواجدك معنا عبر إذاعتك إذاعة مكس إف إم. بالتأكيد أنا اللي سعيد بانضمامي معكم وبجمهوركم الكريم من خلال الإذاعة ومن خلال برنامجك الناجح ووجودك أصلا في الإعلام الرياضي يعطيك العافية إضافة جميلة. يعطيك العافية أستاذ فواز. أستاذ فواز انطلاقة صحيفة الرياضة السعودية بشكلها طبعا يعني صحيفة ورقية راح تكون مع بداية شهر يناير 2013 يعني كان عندكم موقع إلكتروني الآن صحيفة ورقية ما تشوف أن دائم يكون العكس أستاذ فواز أن يكون مثلا الصحافة ورقية وتحول إلكترونيا الآن أنتم سويتوا العكس ما تخافوا من هذه الخطوة؟ والله ثامر هي في الأساس الدراسة الموجودة عندنا إنشاء مؤسسة إعلامية ضخمة منها الموقع الإلكتروني والصحافة الورقية وأيضا القناة التلفزيونية بالإضافة إلى حصولنا على ترخيص أول معهد إعلام رياضي للإعلاميين الرياضيين يعطي شهادة الدبلوم التخصصي في المجال الإعلامي الرياضي وهذه كانت كلها الفكرة بشكل عام إيش اللي ممكن ينجح في المنظومة هذه إحنا نسانده بس أنا كفواز أنا ابن من أبناء الإعلام الورقي وحستمر أناضل في هذا الميدان حتى آخر ورقة زي ما يقولوا حتى آخر قطرة أنا أقول حتى آخر ورقة لا طابع خاصة أستاذ فواز الإعلام الورقي يعني خلينا نتكلم إذا نزلنا الأرض الواقع يعني كيف أوصلك إياها أن حتى المحرر الصحفي حتى التغطية الإعلامية الميدانية أتكلم على الصحافة الورقية لا يزال لها طابعها الخاص بطبيعة الحال يعني شوف أنا بقول لك في أول شيء في عدد المحررين الورقيين ورؤساء التحرير الورقيين والناس اللي يهتموا بالإعلام التقليدي الورقي هذا هم يعني بمجموعهم تقلصوا يعني في ناس استسلموا وفي ناس
ركنوا للكسل وآمنوا بأنه الإعلام الإلكتروني غلبهم وتجاوزهم. وفي ناس يعني يناضلوا من أجل حبهم لهذه المهنة. أنا اشتغلت في المطابع، اشتغلت في الصف، اشتغلت في التصحيح، اشتغلت في الصياغة، اشتغلت مشرف طبعة في الليل، الناس تروح وتنام في السهران طول الليل. زمان لما كان السهر في عندنا ما حد يسهر، الحين ما شاء الله صار السهر عادي. حتى انه بعض الشعار لما يكتبوا قصيدة يقول لك سهران طول الليل، ترى عادي، يقولوا ما عاد فيها ما عاد فيها سهر، الملكة تجيك باي وقت. ايه خلاص الحين الناس كلها صاحية طول الليل. فالصحافة الورقية لها نكهتها وجوها ووضعها، حتى على مستوى الأمم ترى يعني لها دور في الرؤية في الثقافة. يمكن نسمع احنا بعض الصحف الكبيرة في أمريكا وفي أوروبا إنها توقفت، طبعا تتوقف أحيانا نتيجة الحركة الاقتصادية وضغط العمل وبعض المواطنين يعملوا طول اليوم بالليل، يعني اليوم بالنهار بالليل يواصلوا فترتين وكذا، ضغط الحياة ما يخلي الناس تابع. بس عندنا احنا هنا صحيح انه اكثر 60% مثلا من الجيل السعودي شاب ويطلع من خلال الجوال والانترنت والايباد ووسائل التواصل هذه التقنية، لكن طبعا اكيد كانت لها يعني هجوم كبير على الورقي، لكن ساعدهم الاستسلام الموجود في الورقي. يعني تيجي احيانا تشوف رئيس تحرير جريدة للأسف يسمح بانه جريدته تنقل عن الصحافة الالكترونية وينشر خبر نشر في الصحافة الإلكترونية أمس ينشره ثاني يوم في جريدته. هذا طبعا دليل على ضعف سياسة التحريرية، دليل على ضعف رؤية أصلا في العمل التحريري. المفروض أن الصحافة الورقية تصبح هي المصدر الرئيسي للصحف الإلكترونية، يعني أنه ممكن وسائل المواقع الإلكترونية هي تأخذ عن الصحف الورقية، بالذات الصحف الورقية الناجحة، وأنا كمستند رسمي ومسؤول وواضح. لكن برضو هذا ما يمنع أنه جيل الانترنت هذا ربما يمكن تعدي 10 سنوات يمل التقنية، يحتاج يركب نظارة لأنه تأثرت من الأجهزة، يرجع للورقة، يمكن يرجع في الأخير يحصل الجريدة المناسبة. لكن هذا كله ما يمنع أنه لابد تكون عندك جريدة ورقية محترمة ناجحة حتى الناس تطلع عليها. طبعا الخبر احنا نستبعد الخبر، في اخبار حتكون حصريه خاصه، بس انه لازم يكون في صحافه استقصائيه، فريق عمل يطلع يقدم ماده جيده، في مفرده كويسه، في تثقيف حتى في اللغه، في التعاطي. يعني احنا احيانا لما نشوف معلقين من 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 افريقيا مثلا، لو جبنا اسماء الشوالي، روف خليف، المجموعه الناجحه هذه تستمد مفرداتها ولغتها الجميله في تقديم المباريات، الروايات والقصص وأيضا الكتب المترجمة عن أوروبا. إحنا أيضا في فكرتنا الموجودة في الصحيفة إن شاء الله إنه يكون في مفردة جميلة، في صورة جميلة. أنتم قدها إن شاء الله أستاذ فواز، بإذن الله. أستاذ فواز، مكتبكم الرئيسي راح يكون في جدة، مكتب الصحيفة، دور مكتب الرياض راح يكون مؤثر؟ بالتأكيد، يعني إحنا اخترنا واحد من أفضل بالنسبة لي أنا الشباب والأقلام اللي هو الأستاذ عبد الله القحط كمدير تحرير لنا في الرياض. يستاهل أبو نور. نعم، والحقيقة يعني اختيارنا للشباب كان أصلاً إحنا مركزين نختار الشباب اللي عندهم رغبة وطموح وأيضاً عندهم ذهن صافي وعندهم رقي في التعاطي مع المادة ويحترم المادة أكثر من انه يدخل في متاهات. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله استاذ فواز، لكن طبعا احنا نقول ان شاء الله تكون هي جريده اللي كان الوسط الرياضي يحتاجها ان شاء الله باذن الله. والف شكر لك لاعطاني هذه الفرصه استاذ فواز، بالتوفيق لكم ان شاء الله. اشكرك واشكر الساده المستمعين، يعطيك العافيه. كما معنا استاذ فواز الشريف رئيس تحرير صحيفه الرياض السعوديه، شكرا لاستماعكم برنامج غرفه 11، واعتذر لزميلي ياسر السقاف، خليكم معنا ان شاء الله مع المتعة. ياسر عاد بيرفع المود الحين، تصبحون على ألف خير.